السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم جيت وياكم بتحدي جديد، اسمه هذا التحدي هو تحدي الطيران. قاعد تشوفون حبايبي شنو قصدي؟ يعني اليوم راح نلبس اجنحة نيورانية وراح نطير، وعندنا مهمات كل الصعبة. بس رانية انتي وينك؟ افتحوا الطريق، انا جيت. يا رانية لا مستحيل، رانية جتي بالهليكوبتر. شوف اسمعيني، اسمعني جيجي، ماني اصلا حتى ما اعرف السوق على الطياره. خلوه يروح احسن، احتمال راح توقع علي. يلا خلوه يروح. شوف انا حكيت عليك، اصلا اعرف السوق الطائره. شنو هاي تيانوب، عرفتي تسوقين الطياره؟ طبعا جيجي انا اعرف السوق، انا مو مثلك انت نوب. انا مو نوب، انا اسطوره. اسطوره، وتعي تعي عسى. شوف اسمعيني، خلينا نشوف شلون اسطوره، مع انه انا متاكد اليوم راني راح تخسر بالتحدي. جيجي خلي اسلم لو يا احلى متابعين. اليوم جيجي حضر لي، ما اعرف جيجي يوم تش حضرت لي. شوف اسمعيني، اليوم نسوي عندنا تحدي ومسابقه اسمها تحدي الطيران. شنو التحدي الطيران؟ وجيجي شو راح نطير؟ معقول راح اطير بالطياره اللي عندي؟ مو صحيح. طياره، وانت ليش نوبه؟ شوف اسمعيني، هالمره احنا راح نلبس اجنحه، وانت تشوفين هاللي مربعات، ها لازم نطير، بس هالمربعات راح تاخذنا الى اماكن اسطوري حبايبي، يعني حتى راح ندخل بالماء وندخل داخل البيوت ومغامرات اسطوريه وحلوه. جيجي بس قصدك شنو يعني اجنحه؟ انا اصلا ما عندي جناح، شلون راح اطير؟ شوف اسمعيني، اصلا راح يصير لي اسوي نهار على السريع، لان التحدي لازم يبدي بالنهار، يلا سوي نهار على السريع. جيجي اصلا ما صار نهار. شوف اسمع جيجي، بس احنا ايش راح نسوي؟ انا كلش متحمسه. بعرانيه بالبدايه لازم تعرفين انه الصندوق هذا الك وهذا الصندوق الي، راح تشوفين موجود اسلحه بداخله، حتى انا هنا عندي اسلحه، خل اخذها حبايبي، وراح اخذ هذا الجناح، راح البس هذا الجناح. شوفوا هالاسلحه وش راح نسوي بيها. شوف اسمعيني، هسه راح نلعب ورا حجره ورقه مقص، واللي راح يخسر هو اللي راح يبدي بهذا السباق. جيجي بعد جناح اللي عندي، صار عندي جناح اسطوري. جناح اسطوري، واصلا هذا الجناح ما حلو. شوفي انا هذا الجناح اللي عندي، قاعد تشوفوا حبايبي هذا الجناح الناري الاسطوري. حبايبي اختاروا، اكيد انا الجناح مالتي احلى. يلا كتبوا بالتعليقات. كافي اصلا ما حلو جناحك. تعال شوف اسمعي رانيه، بالبدايه لازم نلعب حجر ورقة مقص حتى نعرف من اللي راح يبدي، واللي راح يخسر هو اللي راح يبدي بالسباق، والثاني راح يلاحقه بالأسلحة لازم يخليه يموت، وإذا مات يخسر بالتحدي. وإذا هذه كل الصعبة، شو هاي الصعبة؟ شنو الصعوبة أصلاً؟ هو أنا هم نفس الشيء، أنا هم راح أمر بهذا التحدي. حبايبي إحنا نريد نعدكم ونشجعونا وتقول روني وجيجي أنتوا لازم تفوزون، بس لا مو جيجي، أنا اللي أفوز. شنو؟ وحبايبي كتبوا بالتعليقات جيجي لازم يفوز. حبايبي قبل لا نشاهد هذا التحدي بيني وجيجي، لازم الكل يضغط لايك ووصل هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. يلا حبايبي خلي لايكات كلش هواية، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. يلا شوف اسمعي جيجي، بس أنا كلش متحمسة. أوكي لازم نختار نانا، بس إذا ضغطنا ناش راح يطلع لنا. شوف اسمعيني، هاي لعبة الحجرة ورقة مقص، احنا خنباوع شنو؟ يلا 1 2 3 يلا اضغط. طلع لي حجر، انت شنو طلع جرانية؟ جيجي ما طلع لي اي شيء، طلع لي هم حجر. حجر وخسرنا من عد ما يفيد. اوكي خلينا نضغط من جديد ونشوف شنو. جيجاني ورقة. ورقة، وانا كل شيء ما طلع لي. هاي هم حجرة، راني الحجرة تفوز او الورقة. جيجي الورقة تفوز. يعني حبايبوني راح ابدي وخطي جيجي، بس يلا جيجي ماكو فرق، انا راح ابدي قبلك. يلا يلا، يعني انا اللي خسرت، بس يلا راني انت ابدي قبلي. يلا خلي خلي هذا هنا، يلا هسه راني راح تبدي وخلي نشوف ايش راح يصير بيها. جيجي ولا وساني كلش خايفه، بس يلا حبايب بردك كلش شجعوني. يلا شجعوني راني. يلا اوكي بدي خل احضر مالتي السيف. يلا راني اقعدي هنا واستعدي، خلي نبدي بالسباق. يلا روني ابدي بالتحدي. قاعد تشوف الحبايب، انا حضرت هذا السيف راح اقضي عليه. تخوفني. يلا كيس انا كلش تحمست، يلا خل اطير. يلا انا بخل اطير على السريع. يلا انا جيتك يا روني وراح اقضي عليك. شنو؟ ولا مستحيل، بس هالطيران كل صعب جيجي. يلا روني، ولا لا مستحيل، حتى السهم ما قاعد يلحق بيها، هاي الشريره كل السريحه، بس انا احسن حل راح اجيها بالسيف. باي باي جيجي، باي باي. شنو؟ يا سر راح اوصل جيجي، اصلا المهم كلش عجبتني، بس ولو كلش خطره جيجي وكل الصعبه. يا روني اني جيتك، يلا عاد اوقفي حتى اقضي عليك بهذا السيف الدايموند. انا هسه قاعده انطلق. ايوه يا سروني، خل بحسه وين راح تروح. لا 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 لا، شنو؟ زين اني بديت اوصل. واو
يعني جت جورونيا اي والله اني تقربت عليها يلا اني راح اقضي عليك راني يعني جيتك ولا جيت تخوفني ما قد قربت علي ولا لا مستحيل يلا خلي السجن اي بابا بابا اي هساني قضيت عليك شوف اسمعيني تحت 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 وين رحتي يلا مزياني دمجتها بقى شويه وتموت لا لا ايش قاعد يصير ويلا خلاطي وجي شنو قاعد ياتي يا تراني ياتي يلا راح اصلك يلا استعجل يا جيجي مستحيل حتى قلوبي خصت يلا خلي اسمع خلي اسمع وجي دربك تتقرب علي يلا بسرعة قاعد تشوفون حبايبي انا قدرت افوز على راني ورانيا ماتت يلا خل ارجع لنقطة البداية حتى اني ابدي يس اني رجعت حبايبي وهسه اجى السرا مالتي اني لازم اطير اسمع جيجي ام لسه تحضرت وراح اقضي عليك هالمرة مستحيل تفوز شوف اسمعيني هي اخر الرمح هذا اصلا بعدني مبادياني احتمال تدمجيني يا شرير شوف وجي جالي بالغلط بس يلا اوكي ماكو مشكلة يلا خلي نشوف حبايبي انتم مستعدين عندكم تكتبون بالتعليقات جيجي وين راح يفوز شنو ولا جيجي اكيد انت راح تخسر واني راح افوز صحيح انا وقعت بس شلون تدمجني شنو شوف اسمعيني طبعا انت بطيئه وانا قدرت الحق بيك قدرت ادمجك واقتلك اسمع جيجي انا المره كنت راح اقبع عليك انا متاكده شنو عندي اسلحه اسطوريه عندي هذا الرمح وكيد راح اقبع عليك لا لا مستحيل يلا حبايبي استعدوا يلا واحد اثنين هي وقف وقفي موسى موسى يا شريره دقيقه واحد اثنين ثلاثه يلا انطلق يا جيجي يلا لازم اطير على السريع يا شريره قاعد تطير وراي ولازم اهرب منها يلا اهرب اهرب يا جيجي يلا طير على السريع هسه كلش بطيئه لا مستحيل حتى القوس ما قاعد يوصل لك مش جاي مسافتك كلش بعيده بس راح اقضي عليك لا تروني وراي والله يلا خلنا ننطلق يلا يا جيجي طير على السريع قبل ما روني تجي وتدمجني شو السلاح المطنية هذا مو خوش سلاح جيجي شنو مو خوش سلاح هي شوف اسمعيني عندك السهم وعندك كل شيء بس ما عرفوني من صارت وجيجي ما قاعد يوصل مسافه بعيده وانا جيت وراك بس ماكو مشكلة اكيد راح اتخلص منك لا 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 مستحيل قاعد تشوفون حبايبي والله اني قاعد اطير طيران اسطوري لا 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 غلط غلط لازم افوت منه اي صحيح انا قدرت قبل ما تجي الشريرة لا تجي حرام وشنو هاي بس يلا كيسا انقربت عليك جيجي انت وين راح تروح شوف رانيا اصلا انا وصلت لهاي الوردية يلا خل اعبر عبرت مدينة الضباب يلا خل انزل منها على السريع يوووو هسه لو سجى وقت السباحة يلا يا جيجي استعد استعد يلا اقفز على السريع وراطي اسبح اسبح يعني جيت لك جيجي يا شريرة لا 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 مستحيل لا حرمت ما قدرت تدمجك بس هسه انقربت عليك يلا لا طرطي يا جيجي على السريع هسه انا طرت يلا يلا مزين والله كلش تقربت علي حتى رادت تقضي علي يسان ونوصلت وراني قاعد شوف قد اني سريع جيجي اني اصلا اسرع منك يسان قربت عليك يا جيجي يا مزعج سنين حبايبي وابي الاجر وهذا الشيء كله الصعوب يلا يا جيجي يلا والله اني محترف حتى قاعد افوت بطريقه صحيحه بوم بعراني اني وصلت بوم شنو مستحيل معقول تتوصل حتى ما خسرت اي طبعا اني ما خسرت وانت ما قدرت تلحقين بي لاني كلش سريع امتى قد انت غشيت شنو غشيت وصل اني ما غشيت من قلت اني غشيت لا مستحيل حتى اني كل ضجت شوف اسمع جيجي على السنت لازم تعطيني فرصه ثانيه وانت تقدر الفرصه الثانيه اكيد راح اقضي عليك شنو وانطيها فرصه ثانيه شو تقولوا حبايبي مع انه اني كلش تعبت والله وطر الطيران صحيح بس شو اسوي اوكي شو تقولوا انطيها فرصه ثانيه يلا اسمعني رانيا هسه هاي الفرصه اذا انت قدرتي تسقطيني انت راح تفوزين واذا ما قدرتي انا اللي راح افوز لا انت اكيد راح تخسر بس شوف اسمعوني حبايبي شو اكيد مو اني ما اطير واحتمال اني هالمره راح افوز شنو تطيرين ولا شوف اسمعيني انا اللي راح اطير واذا قدرتي تدمجيني وتموتيني انت راح تفوزين اوكي ما يخاف جيجي انا يلا اوكي اوكي خلينا ننتظر يجي الصبح حتى ننطلق ونطير يلا يا جيجي انتظر جيجي شوف اسمعني انا جت فكره ببالي احسن اني مو خسرت خلي اعيد مره ثانيه وهالمره اكيد راح افوز شنو شوف اسمعني اصلا انت ما تعرفين انا اكيد راح الحق بيك واكيد راح اتخلص منك تكون حبايبي اذا جرب حظ المره الثانيه احتمال اني راح افوز ونصرني وقت جيجي تعادل يعني انا ما راح اخسر بس اذا لحقتني وتخلص مني اكيد راح تفوز واني راح
راح اخسر. شو تقولون حبايبي؟ انطي فرصة ثانية رانية بنطير واني الحقها. يلا كتبوا حبايبي بالتعليقات، اريد رانية هي تفوز. اوكي اوكي، شوف اسمعيني رانية، انا راح انطيك بس الفرصة الوحيدة. يلا انت تقدرين تطيرين وراح الحقك، بس هي انتظري انتظري، لازم بداية اخذ الاسلحة مالتي حتى اقضي عليك بهاي الاسلحة. سجيج احسن حل انه هسه اهرب. يلا خلنا نطير على السريع. شلون والله طورت، بس يلا اوكي انا لازم اطير وراها. هي انا جيتك، انا جيتك. يلا راني، يلا انا راح اوصل لك. يلا اوكي سمون، راني والله قاعده تطير سريع، بس هي ما تعرف اني كلش محترف، راح اوصل لها. شنو انت محترف؟ وجيجي كاف بطل الاحتراف، اصلا احتراف بس الي. شنو؟ لا 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 لا، ليش انا ارتوقع؟ يا راني انا رميتك بهذا السهم. انت يا مزعج، ما توقعت اني انا اندمجت. لا 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 ابو حروني، قاعد تشوفون والله السهم رنبت. يلا تاي جيت الثاني جيت، وعروني انت وين راح تطيرين؟ انا راح اوصل لك. جيجي كاف تلحقني كافي، انا لازم المره افوز. هسه بديت اتقرب. شنو؟ والله مستحيل اني صبتها بالسهم الاول، بس يلا الثاني جيت. واي وين راني، وين صارت؟ هي انت وينك؟ وجيجي انا صرت تعد، صرت مسافه بعيده. هذا شرير والله، كل السريعه صارت. يلا يلا انا جيت جيت، يلا تقربت. بس لازم اعثر على راني، هي تصارت قريبه. انت بس حكيت انا ردت اسقط، بس يلا صرت قربت للبحر. يا راني خل احضر مالتي هذا السهم، يلا خل ادخل. والله يا تقريبا قاعد اشوفها، شو تقولون حبايبي راح الحق بها او لا؟ هياتي انا مستحيل. وجيت يا راني خل اطرح السريع. جيجي هاي سمكه سامه. سمكه سامه وجيجي راح تموتني. اي صح يا راني راح تموت. يلا راني يلا انا جيتك. يلا شنو اصلك هاي؟ هاي سمكه. هاي طلعت من السمكه. راني انت السمكه اللي قضت عليك. يس انا رجعت للمدينة، بس خلي اشوف وين رانية. ياتا قاعدة قاعد تبكي. وجيجي ابتعد ابتعد حتى اصلا ما ادري اشوفك. يلا روح ابتعد. شنو؟ سد الباب واقفلها. يلا اقفل يابا. يا نوبة انت ايش دخلتينا؟ قاعد تشوفون حبايبي، رانية كلش ضاجت، يعني خسرتها. بس والله اني محترف بالطيران. يلا حبايبي كتبوا لي بالتعليقات انه جيجي افضل واحد بالطيران. شنو؟ ولا لا راح اطلع، انت اصلا مو افضل واحد. شفتوا حبايبي؟ واني هاي السمكة ما اعرف منين جتي، وبحتى قضت علي حتى اني كل ضجت. انت ايش قد مزعج؟ هالكله بسببك. صح يا رونية، انا اصلا خال بهذا النهر، خال كل هاي الاسماك القاتلة حتى تقضي عليك. مستحيل قاعد اشوفون حبايبي، جيجي غشوش هو اللي سوى هذا الشيء. لا لا حبايبي انا ما قاعد اغش، لان انا قاعد اسمع بهذا النهر، يعني مثل رونية. بس حبايبي سلينا وصلنا نهاية الفيديو. اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. نلتقي بفيديو جديد. مع السلامة.